معنا من كييف مراسلنا عامر العروقي. تطورات ميدانية كبيرة عامر، وأيضا وعود غربية بمسألة تقديم الطائرات، وأيضا مخاوف ما يحدث في شبه جزيرة القرم، هل من تفاصيل؟ نعم ماجد، بالفعل تطورات كثيرة. قبل قليل كان هنالك خطر صاروخي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت حالة التأهب الجوي في كل الأراضي الأوكرانية، وقالت القوات الأوكرانية بأن الجانب الروسي أطلق عددا من الصواريخ صوب العاصمة الأوكرانية كييف، لكن هذه الصواريخ غيرت اتجاهها أو مسار انطلاقها لتسقط في كل من مدينة جيتوم الغربي أوكرانيا وأيضا مقاطعة فينيتسا غربي أوكرانيا، وفقا لما أعلنته الإدارة المحلية والعسكرية لكلا المقاطعتين. ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يعلن سلاح الجو الأوكراني عن عدد الصواريخ التي أطلقتها القوات الروسية قبل قليل وكيف، وعن عدد الصواريخ التي تم التصدي إليها. يأتي هذا بعد تحذيرات أطلقتها قيادة عمليات الجنوب بأنها رصدت خلال ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم قرابة 11 سفينة محملة بصواريخ كاليبر على أهبة ومستعدة للانطلاق صوب الأراضي الأوكرانية. كذلك أيضا وحدة المراقبة الجوية قالت قبل قليل بأنها رصدت تحرك 12 قاذفة من نوع 2-95، القاذفات الاستراتيجية تجاه الأراضي الأوكرانية، واحتمالية دخول هذه القاذفات إلى خط الانطلاق عند الساعة 5 بالتوقيت المحلي. وأيضا أعلنت كل الإدارات المحلية والعسكرية لكل المحافظات الأوكرانية، دعت المواطنين إلى توخي الحذر في الساعات القليلة المقبلة من مغبة شن هجوم واسع النطاق ربما يستهدف كل الأراضي الأوكرانية. يأتي هذا أيضا في سياق ما تعلنه أوكرانيا عن مواصلة عملياتها في الهجوم المضاد، خاصة وأن الجيش الأوكراني قال بأنه يواصل التقدم باتجاه 3 محاور وهي ميليتوبل وبرديانسك في الجنوب وأيضا مدينة باخمود في الشرق. أما في الحديث عن ميليتوبل وبرديانسك، الجانب الأوكراني قال أنه حقق اختراق أو ثغرة جديدة في منطقة تدعى ستاري موري وهي منطقة تقع في الجنوب، وقال أنه دخل بمقدار كيلومتر واحد في هذه المدينة وأنه بات يسيطر على مساحة 197 كيلومترا مربعا منذ بداية عمليات الهجوم المضاد. أما في الجهة الشرقية ما زال القتال مستمر، وأنه خلال 24 ساعة تصدى الجيش الأوكراني لقرابة 26 هجوما شنه الجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية. ماجد من كييف مراسلنا عامر العروقي، شكرا جزيلا لك عامر.